كشفت متطوعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في حوار خاص للتلفزيون المصري عن أهمية الخدمات التي تقدمها المبادرة للمواطنين من أهالي قرية الأبعدية في محافظة البحيرة. مشهد بأمانة باللي حصل في الأبعدية من كل الفعاليات، لدرجة إن إحنا من كتر الشغل مجهدين، إحنا بقالنا 7 أيام ما شاء الله فعاليات من كله، تطلع رقم قومي مجانا، كشف مجانا، علاج مجانا، كل الخدمات متاحة بأمانة بحاجة نشيد بيها يعني، وبفضل طبعا من الرئيس وكل العاملين في مؤسسة حياة كريمة عاملين شغل عالي فعلا فعلا، ويعني مش عارفة أقول لك إيه يعني من كتر الانبهار بالمشاريع. عملنا مستشفيات، عملنا فيها مستشفى، مركز تكنولوجي، مكتبة، فيها خدمات كتيرة بيقدموها. بقالنا 7 أيام فعاليات بصراحة يعني جميلة، توزيع حاجات خدمات على المواطنين، فعاليات حلوة جدا للستات، المجلس القومي للمرأة بيدعمها بالإضافة للمؤسسة، الاتنين بيكملوا بعض. ومؤسسة حياة كريمة هنا عملت صرف وعملت مستشفيات وعملت مدارس وعملت بريد وعملت هنا، اشتغلنا في ال7 أيام اللي فاتوا دول، عملنا المجلس القومي للمرأة كان برضه بتدعيم من مؤسسة حياة كريمة، عملنا بقينا نطلع البطائق للستات برقم القومي وكشف وعلاج وإشاعات وتحاليل، كل حاجة مجاني.